يحب ويحب يحب ويحب يحب ويحب يحب ويحب يحب ويحب شوف ايش عاملين يا طارق. لا خلي شيء لما الانسان يشوف مثال مثل منى تخدم هكاكا وكيف ليلى تخدم هكاكا ونساعد فيها وتمشي للفورماسيون وتجي وتتعرك انا نحس بالراحه. ابسط حاجه اني نخرجها من العزله، ابسط الاشياء خرجها من بيتها وهي تعيش فيه وحدها، خرجها يوم في الليل تنام وهي مرتاحه. تجدد اليوم، يصير المخ نتاعها يتجدد كل يوم يتجدد. مثل صالح عايشه 20 سنه بالفرش، 20 سنة وخرجت وجاتني من المشغل، صعب الأيام الأولى كيف جات صعب كثير. كنت معاهم كان إنسان يصارع، كنت بصارع أنا وياهم، مش كون مشي انتصر. هي أمك وبوك وأنا وأنت كنا باش نموت. أما في صورة ما بوك وأمك مش أنت مش كون مش تقعد. ها؟ هي ليك ربي، ربي قال لك أنت عليك الحركة وأنا علي البركة. هنا أخذت الدار. نعم كفاية. انتي قلتي لي تحبك ديما تضحكي. تحبيني انت قاعدة من غطي صالحة. صالحة. هكا؟ أنا عملت. تحبي هكا؟ ماتت بالضحك الطفل. قداش عندي؟ 20 سنة أنا مريضة ولا قداش؟ ما ضحكتيش ضحك. تصوري انت كيما خليت من الكبار. ما ضحكتيش عندها؟ ما ضحكتيش معانا ليه؟ لا قلت ما ضحكتيش من واحدة 20 سنة ولا قداش؟ كي جيتي لهنا ماكش تضحكي؟ كي جيت لهنا وليتي تضحكي هي. مش تيما ضحك، مش تيما ضحك، تفكيره كيف الانسان السليم، فيه الخبث وفيه كل ما في الانسان العادي موجود في المعاق. وانا ناكد حسب من تجربتي هذه، شفتها برشا حاجات، شفت اللي المعاق ينجم يكون عنده خبث احسن من الانسان العادي، اكثر بكثير من الانسان العادي. توا مشكلتي انا في مازال شهر ونص الثمانية دوما باش يتركوا المشغل باش يجي مجموعة أخرى اللي هي توا قاعدة تستنى المجموعة الأخرى. في كل مرة تجيني واحدة تقول لي وقتاش باش نبداو، وقتاش باش يبدا الشغل. واللي عندي توا ما همش حابين يتركوا المشغل، والجايين يحبوا يدخلوا. وهذه المشكلة توا اللي احنا محيرتنا برشا، معناها حتى الصغار تسألي يقول لك انا ما نحبش، نحب نبقى معاك. توا مازلت محتارة باش تخليهم لآخر يوم. ها؟ وقتاش تولي تخدمي وتركزي؟ ها؟ ها؟
بيك. علاش ما مشطيش شعرك انت؟ سبع. علاش تسهري انت الاخر وقت وتقومي في السوق؟ وجهك ماهوش مغسول وجهك. شوفي لو سخاها هاي القش. يمكن حتى ترميها على عينيك هكايا وكاو. والله خسرت بالصابون. شعرك خزير ونايف عندها نهاري من كذاب مش ممشوك. ما عندكش بروس؟ عارف. مالا بخيلة تسال. فماش قرداش. وفطرك فطرتي ولا لا؟ والله من حق جيبي لك القرداش الصالح، قرد شهورة باش من واكا تعود كل يوم تجي الباس تشعرها. لو جينا على الخلال يجي مش تجيوش بالخلال من تحت السداي. مدلي الخلال خليك الخلال نعملوا له الخلال باش نذكر كل يوم تمشي تشعر. قبل لا تقوم من تجي للماء للخدمة. مدلي الخلال يا صالح. باش انت تولي تمشتي كل يوم تمشتي شعرك وتنام فيه باهي باهي انا مثل هكاك باش هي تمشتي شعرها كل يوم وقولي الوسيله امك قولها راي بتاع عملت لي هكا باهي ماكش تبكي تراه هزيني شخصيتك خويا ولا لا باش تقعدي تمشتي شعرك انت باهي ونحبك مش ما نحبك نحبك تخدمي على روحك نحبك كل يوم تجي نظيفه وامورك باهي باهي صحيت في تضحية في صبر مين اللي حب كيف انت في إعاقة ذهنية وإعاقة عضوية وإعاقة خفيفة وإعاقة عميقة كيف انت بتجم تحاولي تدمجيهم يلزمك وقت ويلزمك في تضحية ويلزمك في صبر يلزمك في تأقلم معاهم ايش بتساعد اسف يا رب ماكش مرتاح مانيش مرتاح عندك الحق هي مش ما تحبكش معناها ما تحبكش هي مش قالت لك راني ما نحبكش هي تحبك مش ما تحبكش اما قالت لك انت كي تقعدي بحذاه تبدي تفي وبك نعسان بالنوم هي ما تحس روحها في الخدمه نتاعها تبخل فهمتي علاش مش معناها قالت لك راني ما نحبكش صباح نخدم عند مدام فريده من 8 نتاع الصباح حتى ل 12 والعشيه نشد شغلي في الحانوت عشان نخدم صباح مرقوم العشية نخدم خياطة مرضت وانا عمري 15 سنة وقعدت نداوي لكن مرض ما نقولهوش حتى اي فقالوا لي لازم تقصي ساقك فقبلت وقصيت ساقي انا بالنسبه لي انا منش نحس معاقه لاني اعاقه هي الانسان لما يكون بلا شغل هذه الاعاقه بالحق الاعاقه لما الانسان لما الانسان يكون ماهوش عنده شغل قاعد نهار الكل ماهوش يخدم ماهوش عامل مستقبل في حياته هذه الاعاقه بحب الحياة بحب الحياة وبحب أعيشها وأنا راضية عنها برضى أنه ربي اداني أنا الحاجة الوحيدة مش برضى أن الناس تحكم علي أنا برضى أنه ربنا يحكم علي أنا راضية بحكمه وبقول له الحمد لله قبل كل شيء هذا اللي بالنسبة لي أنا Shh.
لا العصفور احلى. تحب العصفور؟ العصفور احلى، انا نحب العصفور. عندي ثلاثة اولاد جاو، نحب على بنية، نطلب في ربي، نطلب في ربي الاخر، قلت له يا ربي تعطيني بنية حتى معاق، والحمد لله الحمد لله ربي يرزقنا ويرزق أمة محمد بالفرج وبالهنا وكاهو. فرحانة برشا، فرحانة مش حتى على معناها نحبها باش تتعلم كاي، باش تعمل على روحها وباش تعتمد كي على روحها وتولي تعمل حاجة اللي تعيش فيها هي، خاطر مش نمشي ندوم لها انا. ممكن 15 سنة 16 سنة وهي عند ضم تاع الحاكم، هذا معامله الحاكم، المهم تعلمت حتى شي ولات بطلتها من عندهم وجات عند فريد. عند فريدة تحسنت وتعلمت باهي، حتى من الحديث ولت تتحدث وتواضعت ولت به. اما قبل كي تنقول لها امشي تاع الحاكم هذا تقول لي لا ما نحبوش، خاطر يحطوهم في بير وحدهم ويسكروا عليهم ويخلوهم ظلت صغار تاكل في بعضها وظلت تضرب في بعضها وهم ما يعتنوش بهم.